السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب سنه ثالثه اعدادي، معاكم مستر اسامه المعداوي. ان شاء الله النهارده هناخد بارت 2 من يونت 3 ماي كوميونتي. ده سهل وبسيط، بيتكلم عن فيوتشر باستخدام جوينج تو وبيكوز وسو ويتش، حاجات كلها سهله وبسيطه. يلا بينا نبدا. اول استخدام لجوينج تو في الفيوتشر هو الفيوتشر بلانز. يبقى اول استخدام عندنا تو اكسبرس فيوتشر بلانز. مثال: I am going to travel to Hurghada next month. انا هسافر غداء next month. This is my plan. دي الخطة بتاعتي. فليه انا قلت I am going to، ما قلتش I am traveling او I will travel؟ لان عندي هنا كلمة plan، فplan دي تدعو كلمة بتبين التخطيط، ففي الحالة دي هستخدم am او is او are going to. مثال تاني: She's going to buy a new car. She's going to buy a new car. She made some plans for that. She made some plans. هي عملت خطط، ففي تخطيط في الموضوع، في تخطيط في الموضوع. في الحالة دي هستخدم is going to، وزي ما احنا عارفين بعد going to we use the base form of the verb، ما بنضيفلوش أي حاجة. الاستخدام التاني لـ going to اللي هو to express future intentions، للتعبير عن نوايا. خدت بالك هي plans و intentions، حاجات كلها ما عملتش فيها على أرض الواقع، بس تخطيط في الإيه أو تفكير في الإيه في الراس، يعني ما حجزتش تذاكر، ما عملتش أكشن فيها. لأن لو خدت أكشن هقول I am traveling to Hurghada، I have already booked the tickets. ده الفرق ما بين I am going to travel to Hurghada و I am traveling to Hurghada. إن I am going to travel أنا خططت، لكن I am traveling أنا بالفعل أخدت أكشن في الموضوع. ده الفرق ما بين الاستخدامين عشان ما نتلخبطش ما بينهم. مثال على intentions اللي هي النوايا، يعني they're going to build a house. It's their intention. They're هما going to build a house. It's their intention. دي الخطة أو النية بتاعتهم. يبقى هما هيبنوا البيت. It's their intention. مثال تاني: My dad is going to take us on a trip in Italy. بابا هياخدنا في trip في إيطاليا. He has intended. هو بالفعل نوى الموضوع ده. يبقى في الحالة دي قلت is going to take us، مش is taking us، لان هنا في كلمة ايه he has intended. يبقى الاستخدام التاني اللي هو النوايا. الاستخدام التالت to express decisions، للتعبير عن قرارات. مثال: They're going to build a house. It's their decision. هم هيبنوا بيت. It's their decision. باستخدمنا are going to build a house، مش they're building a house، لان هنا decision مش حاجة، هو قرار بس مش حاجة على ارض الواقع. مثال التاني: My parents are going to take us on a trip in Italy. They have decided. يبقى لما كلمة decision أو decided، intention أو intended أو plan أو planned أو I make plans، كل دي نوايا وتخطيط وإيه تاني وقرارات. بستخدم verb to be and is all going to زائد الانفينيتيف verb. استخدام الرابع بعد كده to express predictions، للتعبير عن تنبؤات based on present evidence، بناء على يعني انا تنبأت بحاجه بس شايف حاجه قدامي دلوقتي او في دليل قدامي او فيجوال ايفيدنس، دليل ايه؟ مرئي. مثال: لو مثلا الدنيا مغيمه حواليك قول لي ذا سكاي از فول اوف دارك كلاودز. ذا سكاي از فول اوف دارك كلاودز، الدنيا مليانه سحب اللي هي الغامقه دي اللي هي خلاص هتمطر. فقول لي اتس جوينج تو رين. ات از جوينج تو رين توداي، مش هقول ات ويل رين، لان انا هنا شايف بعيني الفيجوال ايفيدنس، الدليل المرئي اللي هي الدارك كلاودز. كده ده الاستخدام الرابع ليها. يبقى تكوين الجملة زي ما احنا شايفين في الجدول: I am أو I'm not. She is, isn't, he is, isn't, it is, isn't أو أي اسم مفرد بستخدم مع is أو isn't. You, we, they أو أي جمع بنستخدم are أو aren't في حالة النفي. بعدها going to، بعد كده base form. ما ينفعش أقول I'm going to bake in a cake. لا، I'm going to bake a cake. It's my plan. في الحالة دي هستخدم is going to bake مش baking. It's my plan. هنا is going to عشان هنا في plan وخطة. طيب نيجي لل yes or no question، برضه بنستخدم نفس الزمن. مش انا بقول في الجملة she is going to eat، هعكس بس بدل ما هي she هتبقى is she. Is she going to travel؟ Is she going to travel؟ Yes she is or no she isn't. نعمل الكروس زي ما احنا عارفين. مثال تاني: Are they going to buy a house? Are they going to buy a house? ممكن يقول بدل ما going to قول gonna. Are they gonna buy a house? Are they gonna buy a house? هل هم هيشتروا البيت؟ بقول yes they are أو no they aren't. طبعا لو are you، I بتنزل you بتنزل I، يبقى في الحالة دي are you going to travel؟ Yes I am going to travel. أو no I am not going to travel. يبقى لو are you بنحولها ل I am أو we are في الإجابة. يبقى كده السؤال البهل ببدأ بإيز مع he she it و singular noun، أو مع you we they مع plural noun، بعد كده going to والbase form الفعل في مصدر الإيه الفعل، مش هغير حاجة مش هضيف له أي إضافة.
نفس التكوين ده بضيف قبليه بس الكويشن وورد اللي هي where what who how when how many how much عشان اعمل سؤال. ببدا كويشن بالكويشن وورد اللي هي where مثلا، بعد كده is، بعد كده subject she going to travel، where is she going to travel، هي رايحه فين، she is going to travel to Alexandria. يبقى بشيل اداه الاستفهام بدل ما هي ايش نزلها she is في الايه في الاجابه. مثال تاني، what are you going to do this weekend، what are you going to do this weekend، مثلا I'm going to go fishing، انا هروح اصطاد. يبقى ببدا الكويشن بتاعي باداه استفهام زي what where when who how what time which، بعد كده الهيلبنج فيرب في الزمن ده is or are، طبعا is مع he she it or مع you we they، بعد كده going to we مصدر الفعل. ننتقل بعد كده للانجويج فانكشنز. عندنا موضوع بسيط جدا، هي حاجه بنستخدمها لربط جملتين، واحده منهم سبب واحده منهم نتيجه، واحده منهم سبب واحده من نتيجه. مثلا ايه، انا نجحت لاني ذاكرت، صح؟ يبقى I succeeded because I studied، because I studied. خدت بالك من حاجه ان هنا I succeeded هنا جمله كامله فعل وفاعل، لو فيها تكمله مفيش مشكله ممكن نقول I passed the exams، ممكن نقول انا خطيت الامتحانات because I studied hard. يبقى قبل because وبعد because بيجي جمله كامله مش جزء من الجمله. نشوف المثال ده، سلمى got the full mark because she studied hard. سلمى got the full mark because she studied hard. ايه اللي جه قبل because، السبب ولا النتيجه؟ النتيجه ان هي جابت النتيجه اللي هي الدرجه الكامله، يبقى she got the full mark because she studied hard، لان هي ذاكرت كويس. ممكن استخدم سو في المثال ده؟ اه طبعا ما فيش مشكله، بس هنعمل تبديل بسيط. سو يعني لذلك او نتيجه لهذا السبب. مثلا سلمى studied hard so she got the full mark، لذلك هي جابت الايه الفول مارك. يبقى سو عكس because، because بيجي قبلها الريزلت بعدها الايه الريزن النتيجه بعد كده السبب، لكن عكسهم بالظبط. ايه سو الريلاتيف كلاوز، which معنى الذي او التي، بستخدمه بديل للفعل لو الفعل في جمله غير عاقل. يعني يا مستر مثلا مصر كانت بتلعب منتخب ايطاليا مثلا ايجيبت 1-3-0، مصر فازت 3-0، طبعا ده ايه في الاحلام طبعا. which was a surprising result، التي كانت نتيجة surprising مدهشة جدا وفاجئتنا كلنا. يبقى استخدمت which بدل مين، بدل الماتش ولا نتيجة؟ بدل الماتش. يبقى which معنى الذي او التي بتحل محل ال subject، هو بتحل محل فاعل بس غير ايه عاقل. ممكن استخدم that عادي، ممكن اقول مثلا انا جبت قلم جديد، this is a new pen which I bought yesterday، this is a new pen which I bought yesterday. ما ينفعش اقول this is a new pen when I bought yesterday او where I bought yesterday، لا، لان when بتدل على الوقت و where بتدل على الايه المكان. مثلا this is the mouse which I use، which I الذي استخدمه. ممكن استخدم هنا which لان انا بتكلم عن شيء غير ايه عاقل. تعال نشوف الاسئله دي. اول سؤال عندنا I am وفي space visiting to her tonight. I plan everything. هنا I planned. يبقى I am إيه؟ I am visiting to her. والله I am going to visit her. طبعا هنا going to visit her لأن عندي في الإجابة كلمة plan وعملها لك باللون اللبني. مثال التاني. My father won't stay in Cairo tonight. It's his intention. Intention يعني نية، أي حاجة مش مخدتش فيها أكشن بس مجرد نوايا أو قرارات أو خطط، نستخدم am is are going to. هنا my father هنا he، يبقى he isn't going to stay in Cairo، مش هينتظر في القاهرة. المثال الثالث سلمى space going go to his birthday، she's decided that already، هي بالفعل قررت ده. يبقى هقول المثال هنا جد. ليه هنا هقول هنا هستخدم ايه بالظبط؟ لان عندي هنا decided، فاي decision بستخدم الشكل اللي هو future باستخدام going to. يبقى في الحالة دي ايه، سلمى is going to بعد كده go to his birthday because she's decided that already. مثال اللي بعده the sky is clear، السماء صافية جدا. It won't rain، it won't rain. ليه هنا ما قلتش want؟ ليه هنا want غلط؟ لان هنا the sky is clear ودي حاجة visual evidence. يبقى it isn't going to rain او it's not going to rain، الاثنين ايه ما فهمش مشكلة. تعال نشوف المثال ده بالنسبة ل so because. Sarah enjoyed reading the story so it was very exciting. سارة استمتعت بالقصة لذلك هي كانت ممتعة. لا مش ده السبب، لان هي كانت ممتعة يبقى because بيجي بعديها السبب، و it was exciting مش سبب. المثال اللي بعديه سما thought that احمد was ill، سما اعتقد ان احمد كان تعبان. because was surprised to see، سما thought that احمد was ill because was surprised to see him at school. سما اعتقد ان هو احمد تعبان لان هي اتفاجئت لما شافته في المدرسه.
طبعا في الحاله دي هستخدم سو لان سو بيجي بعديها النتيجه، بس خلي بالنا من حاجه، سو بيكوز بيجي بعديها جمله كامله، ما ينفعش اقول سو واز سربرايزد، سو شي واز سربرايزد تو سي هيم ات سكول. اخر مثال معانا كمال واز، اخر مثال معانا كمال سوام اول الونج ذا بيتش وي واز فيري اكزاستنج. الموضوع ده كان اكزاستنج، مرهق جدا ومتعب جدا. طب هو ايه اللي هنا اللي متعب؟ السباحه، السباحه دي ايه، شخص ولا حاجه غير عاقل؟ هي السباحه دي غير عاقله. في الحاجه دي هستخدم وير ده المكان ولا ويتش؟ طبعا هتكلم هنا عن السباحه والسباحه غير عاقله، يبقى في الحاجه دي هستخدم ويتش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا شباب، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وينتظر معانا حل، وان شاء الله هنعمل مراجعه كامله على يونت 1 و2 و3 في فيديو مجمع عشان يبقى الموضوع سهل معاكم وبسيط. مع السلامه.